أنا آسف على التأخير يعني، بس كنا مستنيين مزيكا تقريبا. هي كانت ضحكة خليعة عصبية وفي عز السكوت، ضوء لمبة نيون في صحراء من غير حدود، وكلب بيعوي مع صوت السماء، وقطرات الندى على الأرض تعمل لجلجة. تتمنى ساعتها لو تسمع حبة غنى مع عود وناي وعازف كمان وشروق الشمس وخمرة معتقة وطبلة عم سيد، وضحكة في زحمة نهار تقلب بعركة، ورعشة غازية مع نظرة صعيدي كيف الجبل، وصوت جرس الكنيسة مع درس الشيخ خليفة وقت المغربية. أنا ما أقصدش وحدة وطنية. تلمح بعينك طلعت نهار مع براد شاي وسجارة كليوباترا، وتضرب طبق الفول يوم الدين، وصوت غنى أم كلثوم في راديو قديم على قهوة عم راضي، ترضى الحياة مع ضحكة من وشه، ورست معسل لوحة فنية، وعدى ترامب في معدية طفل على ظهره وشنطة مدرسة، مع زحمة تلاقي تخبط في كتفي بنت شعرها سايع على جسمها. لحظة سكوت بلاك لكل المشهد وزوم علي أنا، أول كلمة تطلع من لسانها أنا أسفة ما كنتش أقصد، من غير مقدمات لقيتي بمسك ايديها وبص لعينيها وارسم في خيالي عربيه كاديلاكس قفاها مفتوح، واجري بمنتهى الاتيكيت افتح الباب اتفضلي، ما رفعت فستان بسيطه وابتسامه كسوف تركب، وصوت ضمير رخم انت ما بتعرفش تسوق. افوق من الخيال وارجع تاني للواقع، ارجع تاني ابص لعينيها مع لمسه غريبه من ايديها، حضرتك مجنون، مع قفله الكلمه شويه نسيم يطيروا عطرها الدافي، ورده حمراء تنزل من السماء، تسمحي لي أحبك؟ مش بقولك مجنون، بس أنا بحب المجانين. ضحكة هستيري، صدمة عاطفية، دوخة، رعشة سخونية، دين النبي، زي واحد دعك مصباح على الدين تحيد كل أحلامه. حصل نوع من التعارف، عرفت عنها كل حاجة، شكلها، سنها، بيتها القديم في الحارة الضيقة، بس أنا لسه معرفش اسمها. عايز أعرف اسم البنت اللي أحبها. هو أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي ماريا. يعني حضرتك مسيحية؟ إضاءة لكل المشهد، مزيكا سسبنس، واجري على الشيخ خليفة على منبر الجامع، حرام حرام، والأنبا ليها في الكنيسة، ولعي شمعة واستغفري يا عيسى، مراسم جنائزية في كل البيوت، وصوت الضحك اختفى وضوء اللمبة اتطفى، والغنى ملوش معنى، والشمس غابت، وزي الأفلام أبيض وأسود القهوة كمان فارت، شعراته بيسموها وحدة وطنية. طب ما أنا حبيت ماريا، ولا هي عشان مسيحية؟ طب تحدي لكل العواقب، أنا بحب ماريا، أنا مجنون ماريا. بس خلاص كده. مساء الخير عليكم، منورين يا جماعه. مساء الخير، ما حدش بيرد عليا ليه؟ طيب مساء الخير، مساء النور. حلو ماريا؟ طب نسمع حاجه بقى من اللي اعرفكم بنفسي الاول. انا اسلام فوده، المفروض ان انا خريج كليه الفنون الجميله قسم النحت، بس للاسف يعني انا بقى لي 6 سنين وفاضل لي 2 يعني 8، يعني هتخرج بدفعه 2000 داخل عليا باذن واحد احد. هو انا يعني ما كنتش بحضر عشان مش فشل يعني، عشان انا كنت بشتغل يعني وبحب الحكي اكتر من النحت وكده، فاتجهت للحكي اكتر يعني. كان نفسي يبقى البروجكت كله موجود، ديمتري واشرف وكارولين، بس للاسف هما من القاهره فكان صعب ان هما يجوا يعني. عشان كده استغلينا الساوند تراك. فممكن نسمع حاجه تانية اسمها مدينه الصلاه على النبي. مدينه الصلاه على النبي.
كان في راجل ماشي وحاطط ايده على دماغه وعيقول انا اللي جبته ده كله لنفسي، انا اللي جبته ده كله لنفسي. فرحت له وسالته مالك يا عم زقني كده، وقال لي روح لحالك. لما سالت عن حكايته قالوا لي اصل هو راح مدينه الصلاه على النبي، اول ما راح حب ياكل فدخل مطعم فبيطلع من جيبه فلوس، فالراجل ساله ايه ده؟ قال له دي فلوس. قال له احنا هنا مش بنتعامل بالفلوس، احنا هنا بنتعامل بالصلاة على النبي. قال له انا مش فاهم حاجة. هقول لك، يعني كيلو الفراغ ب20 صلاة على النبي، وكيلو الكفتة ب40 صلاة على النبي، وكيلو الكباب ب60 صلاة على النبي. قال له خلاص خير الامور الوسط، انا هاخد كفتة وصلاة على النبي على صلاة على النبي بقشيش مني ليك. حب يلبس، المحل اللي جنبي بيبيع لبس، نفس الكلام بالصلاة على النبي، متر الخيش ب2 صلاة على النبي، والدمور ب7 صلاة على النبي، والحرير ب70 صلاة على النبي. حب يسكن آخر الشارع في راجل عنده 3 بيوت، بيت الكبير ب200,000 صلاة على النبي، هيصلي كتير معانا هو، وبيت الوسطاني ب100,000 صلاة على النبي، والصغير ب50,000 صلاة على النبي. قال له خلاص خير الأمور الوسط. حب يتجوز نفس الراجل اللي عنده 3 بيوت، عنده 3 بنات، واتجوز بنت الوسطانية خير الأمور. ابنيتي لو زعلت منك 3 مرات ملكش بنات عندي، ربنا ما يجيب زعل، واتجوزه. اسبوع في التاني في التالت زي حب ينزل، انا نازل ما تنزلش. نزل وراح ناحيه الغيط، لا راجل قاعد تحت الشجره بيوقع الثمره الطيبه وياكلها، والثمره المعطبه وياكلها، والثمره الصغيره وياكلها. فاستغرب فراح له قال له يا عم الثمره المعطبه ارميها والحلوه كلها والصغيره سيبها تكبر. زقه كده وقال له روح لحالك. رجع ملقاش مراته في البيت، راح لابوها بنتك مش عندي. اديك زعلتها اول مره، خدها وفاضل لك مرتين بس. راح اسبوع في التاني في التالت زهق حب ينزل، قال نازل ما تنزلش. نزل والمره دي راح ناحيه النهر، لا راجل قاعد على شط النهر عامله من النهر بالكوز ويصب والصفيحه ويكب والبرميل ويكب. فاستغرب قال له يا عم وفر على نفسك كل الموال ده وصب البرميل على طول. زقه كده وقال له روح لحالك. رجع ملقاش مراته في البيت، راح لابوها بنتك مش عندي. اديك زعلتها تاني مره، خدها والمره دي فاضل لك مره واحده بس. راح اسبوع في التاني في التالت زي حب ينزل، قال نازل ما تنزلش. نزل والمره دي راح ناحيه البحر، لقى مركب في نص البحر، ناس من على البر ده بتشدها بحبل وناس من على البر ده بتشدها بحبل. عقله لف فراح لهم يا جماعه الناس اللي هناك يسيبوا الحبل، انتوا شدوا المركب واركبوا روحوا خدوا الناس اللي هناك. زقوه كده وقالوا روح لحالك. رجع ملقاش مراته في البيت، راح لابوها بنتك مش عندي. مالكش بنات عندي. طب قول لي بس يا عم الحاج انا زعلتها في ايه؟ فاكر لما رحت ناحيه الغيط ولقيت الراجل قاعد تحت الشجره هيوقع الثمره الطيبه وياكلها والثمره المعطبه وياكلها والثمره الصغيره وياكلها؟ ده ملك الموت ياكل الصغير قبل الكبير. وفاكر لما رحت ناحيه النهر ولقيت الراجل عامله من النهر بالكوز ويصب والصفيحه ويكب والبرميل ويكب؟ ده موزع الارزاق رزقكم كله مش واحد. وفاكر لما رحت ناحيه البحر ولقيت المركب في نص البحر والناس هتشد من هنا وناس هتشد من هنا؟ المركب دي الدنيا، اهو لا دول عارفين يطولوها ولا دول عارفين يطولوها. روح مالكش بنات عندي، ما هي لو كل حاجه تمشي بالصلاه على النبي، لكن ما يملاش عين البني ادم غير التراب. انا اللي جبته ده كله لنفسي، انا اللي جبته ده كله. مساء الخير تاني. أنا مبسوط طبعاً باستضافة تيدكس ليا لأول مرة في الدورة الخامسة، ودي حاجة طبعاً شرف ليا جداً جداً جداً. وأنا مبسوط إن أنا معاكم النهاردة وبحاول أوصل لكم فكرة إن أنا نفسي كل الناس تعبر عن اللي جواها بالحكي. الحكي هو فن الكلام، إزاي تعرف تتكلم. ممكن كلنا بعد كده اللي عنده حاجة جواه يطلعها، عشان جوه في خزان لو اتملى هنكتئب وهنقعد في البيت. اهم حاجه نفضي. هقول لكم اخر 10 جمل في حياتي، نفسي كل الناس في العالم كله يوصل لها المضمون ده،
اوكي، وبعد كده اشوفكم مره تانية، وحاولوا تتابعوني انا اسلام فوده. اخر تراك السلام. في قرون ما قبل التاريخ يحكى أن الأنبياء فوق الجبال يصرخون، والعذراء في بيتها تبكي. أرضي أنا قد انتهكت، على الأرض نار، والسماء يملأها الغبار. لا عاد لي مكان على أرضي، صوت القذائف يضايقني. ما تبقى من النساء عاريات، والأطفال في بطون أمهاتهم يرفضون الخليقة. أما الرجال فقد سال دماؤهم في أجواف البحور. هكذا تكون نهاية الصورة، الحرب خدعة، والسلام على أهل النيام. السلام لكل شعوب العالم. ممكن تقولوا معايا جملة وهمشي على طول، مش هزعجكم تاني. ممكن نوصل العالم كله، بلادي تنادي بالسلام. ممكن نقولها مع بعض؟ ممكن؟ بلادي تنادي بالسلام؟ لا لا، عايز المسرح احس ان احنا بنوصل مسج. بلادي تنادي بالسلام، بلادي تنادي بالسلام. شكرا ليكم، اشوفكم بعدين.